جولة لكن بدري على هذا القول. هنا محاولة لكوسموس داودة، تمريرة ثواني، كرة الكرة، ولكن ماذا يقول حكم المباراة من بداية الشوط المباراة الثاني؟ هذه هي اللقطة، هذه هي محاولة تسديدة كوسموس، اليد كانت يعني طالعة من جسم اللاعب عبد السلام عامر في الكرة الماضية. هنا الصورة قد تكون أوضح، هنا ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنادي للفريق الجديدي، محاولة الفريق الجديدي وهدف، هدف أول لفريق الدفاع الحسني الجديدي. ذلك الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية وأكيد المردود الذي قد هو محاولة ما فيش نفس السلول.
التشجيع اليمنى